والله الواحد فرحان ان فيروس الفيفا ده انتهى. تحس ان هو خطر على كرة القدم. دينجرس يا عزيزي اسمع مني، ولا تقول لي بقى توقف دولي ولا اعاقة دولية ولا كرة رتمها بطيء وحاجة منيلة بستين نيلة. النهاردة اتفرجت على ثلاث مباريات، مباريتين حرقوا دمي ومباراة ممتعة نوعا ما. المباراة الاولى بتاعت مصر امام كرواتيا والمباراة التانية بتاعت المغرب امام موريتانيا. انا معرفش انتوا لو قاصدين تنيمونا والله العظيم ما هتعملوا كده. لو قاصدين ان انتوا توصلوا لنا رساله ما تتسحروش وناموا والله ما هتلعبوا بالاداء ده. اتفرج على المباراه بتاعه المغرب وخباله وموريتانيا ولاقي حارس المرمى اللي اسمه نيازي بتاع موريتانيا اطول من البرج بتاع كازابلانكا. بسم الله ما شاء الله كاشف الملعب وكاشف كل المدن اللي حوالين وخباله الملعب اللي فيه المباراه. وامير عبده المدرب بتاع موريتانيا قال لك لا انا مش هخسر قصاد رابع العالم وهقفل خطوطي وحاجه منيله بستين نيله. وتحس ان حصل النهارده تباد. الجزائر بتلاعب جنوب افريقيا اللي خرجت المنتخب المغربي وهبالك في الكام بتاعه كوتيفوار، والمغرب بتلاعب موريتانيا اللي خرجت الجزائر في الكام بتاعه كوتيفوار. والنهارده بنتفرج على اول مباراه بتاعه مصر وكرواتيا. احنا لو داخلين نتعلم اساسيات كره القدم مش هنادي بالاداء ده اقسم بالله العظيم. سيبك بقى اصل احنا حماسيين، اصل اللعيبه كان شكلها حلو، هو كله اللهم صل على النبي تقريبا في اول 15 دقيقه. الهدف الاولاني اللي جبناه في الدقيقه 4 وحكم المباراه اللي قاعد يراجع على الهدف مش عارف. الناس راحت صلت التراويح وجت وانت عملت تراجع هدف بتاع مصطفى محمد اتدخل فيها ولا لا، واتحسب الهدف لرامي ربيعه. وخليني افكرك يا عزيز ان لو وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك من هنا، وما تنساش انك تعمل لنا لايك من هنا، وتشترك في القناه بتاعتنا وتتابع صفحتنا على الفيسبوك. وبمناسبه الاهداف ده اجمل هدف انا شفته النهارده، ومن اجمل الاهداف اللي ما شفتهاش من فتره، الهدف بتاع ياسين بنزيه. النهارده الهدف الثالث اللي سجله في شباك منتخب جنوب افريقيا. اتفرج على الهدف وجمال الهدف، وفي لعيبه كده من اللعيبه المخضرمه اللي تعرف تصنع هدف لوحدها. الكوره على الارض، ياسين بنزيه بيرفعها عشان يقوم بدور كابتن ماجد ويسجل هدف ولا اروع ولا اجمل. وبعدها وتقريبا في لاعب اسمه بجرار، والله نسيت اسمه، كان المفروض ان يجيب الهدف الرابع في انفراد صريح وضاعت. بعد كده كندوسي بيضيع برضه الهدف الرابع، والنتيجه بتنتهي 3-3. مباراه شهدت 6 اهداف، نفس الست اهداف في مباراه كرواتيا ومصر، ولكن النتيجه كانت 4 بالنسبه لكرواتيا وهدفين بالنسبه لمصر. وبالنسبه للمنتخب الكرواتي اللي لاعب المنتخب التونسي، وما تقوليش اصله كان ناقص منه 8، اصل هم غيروا، اصل هم نيلوا. انت بتتفرج على اداء المنتخب التونسي في المباراه الاولى، خلي بالك المنتخب التونسي كان ممكن يصعد، هو خرج ضربات جزاء، سيف الدين الجزيري ضيع ولاعبين تانيين ضيعوا وصعد وخد النهارده المركز الثالث المنتخب التونسي. ولكن في مباراه تونس وكرواتيا المنتخب التونسي اللي بيدور على مدرب، اللي تقريبا دي كانت اخر مباراه لمدرب جنوب افريقيا هوجو بروس، وهيمسك المنتخب التونسي وهيخوض معاه تصفيات كاس العالم. ولكن وانت بتتفرج على المنتخب التونسي كان منظم دفاعيا على الاقل، وكان بيعرف يخرج بالكوره، وكان بيلعب مرتدات سريعه امام المنتخب الكرواتي وارهق المنتخب الكرواتي ووصلوا ركلات الجزاء. ولولا الحظ ان لعيب تونس ضيعوا 3 ركلات جزاء كان زمان دلوقتي النهائي ما بين مصر وتونس. تيجي النهارده تتفرج على المنتخب المصري، حول الله يا رب، تحس كده من اول حارس المرمى ابو جبل. الميزه الوحيده لابو جبل انه كان بيشاهد الاهداف لايف، كان بيشوف احنا بنشوفها خلف الشاشات ولا في المدرج بتاعنا اللي كان فيه 90,000 مشجع. ومن زمان ما سمعناش الرقم ده، من زمان انا ما سمعتش ان في 90,000 مشجع مصري بيشجعوا في مباراه كره قدم من حيث المنتخب او النادي. ولكن تلاقي النهارده ابو جبل بيشاهد كل الاهداف، اللهم صل على النبي. ده الهدف الاولاني تقريبا الكره في نص الجون وابو جبل ما صداش، والثلاث اهداف عرضيات بسم الله ما شاء الله بالهد هنا، والهدف الثاني اللي دخل فينا منطقه فاضيه خالص، لا في تغطيه ولا في اي حاجه، والكل بسم الله ما شاء الله كان كسكسي. الكل النهارده كان كسكسي ما عدا مروان عطيه نوعا ما، الولد كان بيحاول يعمل اللي عليه. ولكن جات لنا بعد الهدف الاولاني العارضه بتاعت مصطفى محمد الانفراد بتاع عمر مرموش، وشكرا على كده خلاص اختفى شكل المنتخب المصري من حيث الضغط، من حيث الخروج بالكوره، من حيث الدفاع. والاظهره عندنا معفنه ب 60 نيله،
خصوصا الناحيه اليمين بتاعه محمد هاني اللي جه من عندها معظم الهجمات، ومفيش حد عارف انه يوقف لوكا مودريتش صاحب ال 39 عام، والجمهور حاول يتدخل ويحط ليزر في عينه. وعيب يا شباب، لوكا مودريتش زار الاهرامات وعمل دعايه حلوه لمصر وهبالك من السياحه لاجل ان احنا نتحرر شويه، ولكن تتفرج النهارده على اداء المنتخب المصري حاجه اقسم بدين الله تخليك ان انت نفسك تتسد وتصوم 3 ايام متواصلين 72 ساعه. دوت مش اداء المنتخب المصري، مباراه تجريبيه، حسام حسن كان شجاع ان يلعب البطوله ديت، ولكن انا من وجهه نظري حاسس ان المشكله مش في المدرب، المشكله في المنظومه كلها، وجوده اللعيبه قلت بسم الله ما شاء الله، ما عندناش حد في خط النص، يعني تحس ان محمد مجدي قفشه كان تايه تماما، اكرم توفيق ملوش ان يلعب في المنتخب، الولد بعيد خالص من بعد الاصابه لا في المنتخب ولا في الاهلي، تلاقي النهارده الاجنحه متباعده خالص، تلاقي الثلاث صفوف اذا كان الخط الاول والخط الثاني والخط الثالث الثلاثه متباعدين على بعض، مفيش استحواذ للكوره، مفيش ضغط بنعمله، مفيش تجميع للعب، مفيش افكار، مفيش اي تكتيك، كلنا معتمدين ان المنتخب المصري رجع للحماس والجرينتا ومش عارف ايه، ولكن ده مش هيخليك ان انت تاخد بطولات، مش هيخليك ان انت تفوز بمباريات، لازم يبقى فيه تكتيك محكم وكل حاجه، تفاعل مع النشيد الوطني زي ما انت عايز، ابكي وعيط وطلع كل اللي عندك، لكن لازم يبقى فيه عقل، لازم يبقى فيه فكر. تنقل بقى على المباراة بتاعت الجزائر وجنوب أفريقيا، وأنا حسيتها إن هي مباراة رسمية، هي مش مباراة ودية يا جماعة، أقسم بالله تتفرج النهاردة على شكل المباراة، مباراة حلوة، حضور جماهيري قوي، اللعب مفتوح، اللعيبة بتاعت جنوب أفريقيا ممكن تشوط من وهران، ممكن تشوط من غردايا، مفيش أي مشكلة، اللعيبة بتسدد صواريخ وهبالك على مصطفى زغبة، ويتقدم المنتخب الجزائري وهبالك بصناعة ياسين إبراهيمي لياسين بنزيع عشان الهدف الأولاني يجيبه المنتخب الجزائري، ولكن قبل الهدف الأولاني كان في كرة في العارضة لمنتخب جنوب أفريقيا، منتخب جنوب أفريقيا كان بيهجم من الناحية بتاعة آية نوري، واحد يقول لي آية نوري؟ يعني آية نوري النهاردة كان وحش ولا حلو؟ آية نوري كان حلو هجومياً، آية نوري راوغ 6 مراوغات فاز بخمسة. فاز بخمس مراوغات، آية نوري لاعب جميل، آية نوري المفروض ان هو يبقى جناح شمال مش باك شمال، ما يليقش عليه ان هو يعمل تغطية دفاعية خالص، والنهاردة بمناسبة الدفاع نفس الأخطاء بتتكرر، تلاقي النهاردة ميداني وهبالك مداني مع عيسى مندي مع جيتون وهبالك مع آية نوري، تحس ان التشكيلة مش متركبة، تحس ان في حاجة غلط، بنطالب وهبالك في نص الملعب مع ياسين ابراهيمي اللي النهارده كان بيلعب في مركز جديد عليه مش ناحية الشمال في المباراة الأولى اللي كان بيلعبها أمام بوليفيا، كان بيلعب فوق بغداد بونجاح وياسين بنزية وعمورة على ناحية الشمال، شكل المنتخب الجزائري في خط النص كان حلو جدا، شكله في ناحية الهجوم كان حلو جدا، والأحلى في المنتخب الجزائري هي العودة. أنا مش جاي أقول لك إن حصل ريمونتادا وإن حصل مش عارف، لا العود، المنتخب الجزائري تعادل 1-1، جنوب أفريقيا بتتقدم وهبالك زواني بيجيب الهدف الثاني، تلاقي المنتخب الجزائري بيرد ياسين إبراهيمي بيجيب هدف التعادل، يجيب المنتخب بتاع جنوب أفريقيا الهدف الثالث، تلاقي ياسين بنزية بيجيب هدف لا أجمل ولا أروع ولا أمتع، تلاقي كمان النهارده المنتخب الجزائري بقيادة بيتكوفيتش تحس إنه في ثوب جديد، وعلى فكرة هي صعبة يا جماعة مش سهلة إن منتخب يبقى لسه خارج من إقصاء ورا اقصاء ورا اقصاء، المعنويات بتاعت اللعيبه المفروض ان هي تبقى منخفضه وفي الحديد وهبالك، ولكن تلاقي النهارده بيتكوفيتش بيطلع لك عيال جواهر. انا بسال سؤال واحد، ياسين بنزيه ده بقاله تقريبا 5 سنين ونص ما بيلعبش في المنتخب الجزائري، انا ما اعرفش ده ازاي ما يلعبش، والكندوسي نفس الكلام ظهوره كان جيد جدا، والحاج موسى مش الحاج عيسى عشان اتلخبط، وياسين ابراهيمي عنده 34 سنه مش 37 سنه، واسف يا اخواتي واتمنى له العمر كله، ولكن النهارده كان قائد. ياسين ابراهيمي كان بيحاول ان هو يبالك حبتين وهبالك في المراوغات، ولكن شكلا ومضمونا شكل المنتخب الجزائري تحس ان هو بيستعيد قوته تدريجيا، شكل المنتخب الجزائري برغم ان هو صفوفه مش كامله وكل حاجه، ولكن كان شكله مقنع وممتع. ننقل على مباراه المغرب وموريتانيا، لما تيجي تبص على تشكيل المنتخب المغربي تقول ايه ده؟ المغرب ممكن تلاعب اي فريق تكسبه بسم الله ما شاء الله، ومش دوت المغرب اللي لعب البرازيل السنه اللي فاتت في رمضان وكان بنفس الحماس وكان بنفس التكتيك، ولكن النهارده تتفرج على شكل التوليفه بتاعه المنتخب المغربي من قبل المباراه ما تبدا، توليفه مرعبه، توليفه مرعبه، التوليفه دي تنزل تكسح بعد المباراه بينك وبين نفسك تقول المغرب ممكن تاخد كاس اسيا، كاس العالم، الكوبا امريكا، لكن كاس افريقيا ستظل عقده مع المغرب. النهارده المغرب مع المنتخبات الافريقيه تحس ان الاداء
مش مقنع اذا كان في مباراه انجولا اللي كسبها المغرب بهدف وحيد او اذا كان في مباراه موريتانيا اللي النهارده منتخب الموريتاني وهبالك منتخب عربي وعلى راسنا وكل حاجه، ولكن لعب النهارده بدفاع محكم. امير عبده عرف يلعب على قد امكانياته، وليد الركراكي فشل ان هو يخترق وهبالك الدفاع الموريتاني تكتيكيا في مره او اتنين، وتحس كده ان هي مهارات فرديه للعيبه بتاعه المنتخب المغربي. بيجرب شباب وكل حاجه، ولكن في لعيبه مخضرمين مين. كان متواجد حكيم زياش ونزل اوناحي وخبالك، وابراهيم دياز دي تاني مباراه ليه، ولكن برضو الواد عمل اللي عليه وكنت خايف ان هو يتكسر او يتصاب وحصل مشكله واللعيبه قفشت ببعض. اشرف حكيمي وخبالك، نايف اقرد، ياسين بونو، لعيبه كتير كانت متواجده مع المنتخب المغربي، ولكن انا عجبني الولد اللي اسمه الياس بن صغير. الولد دوت برغم صغر سنه ولكن اللعيب ده عجبني جدا. ولاعب تاني تقريبا انا مش متذكر اسمه، اسمه عزوزي تقريبا او عزوزي، عزوزي تقريبا اللي كان في نص الملعب. والمباراة خلصت 0-0 والحمد لله. خلص المنتخبات والفيفا دي والفيفا ويك والفيفا نيلة، وهنرجع للاندية. ومناسبة الاندية خليني اقول لك خبر حزين عزيزي المدريدي الجميل، ان كامافينجا اتصاب واصابته تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع، ولسه ما تاكدناش من الخبر هيغيب ولا لا على مباراه بتاعت اتلتيك بلباو او مباراه مانشستر سيتي. وخلينا نقول برضو ان الواد اللي اسمه اندريك اللي هو بتاع ريال مدريد اللي هيجي الموسم اللي جاي سجل هدف النهارده، وخلينا نقول ان لامين يامال عمل مباراه كويسه، وخلينا نقول ان فينيسيوس دي للكلب مش هيتعدل. العالم كله بيتضامن معاك وعمال تعيط وتبكي، ورحت عملت مشكله واخد بالك مع الواد اللي اسمه لابورت وخليته ينزل تويته ويتريق عليك ويقول لك كنت انت محتاج ترقص وحاجه كده منيله ب 60 نيله.